أيها المتعبون من ثقل ذنوبكم التي لا يحاسبكم عليها القانون، عودوا إلى ضمائركم قبل أن تقعوا في شباك الحساب والعذاب. فحساب الضمير وعذابه أقسى من حساب القانون وأحكامه. نحن الضمير، روح الإنسانية، نعلن افتتاح جلسة اليوم. محكمة الضمير. التأليف أحمد السيد، المخرج المنفذ فراس عباس، محكمة الضمير من إخراج محمد غزاوي. الظلم القاتل. يلا يلا. انت يا ابو زينة؟ ايه انا خير. تفضل معنا على قسم الشرطة. ليش شو صاير؟ فهمني. تفضل معنا وهنيك رح تعرف كل شيء. تفضل. لحظة بس لألبس أواعي. ايه ما تأخر. ولا عطيني تيابي. خير شو في؟ الشرطة بدهن ياني، ما بعرف شو في. ايه الله يستر ما تكون زينة مشتكية عليك وتهمتك بشي تهمة. هلا عطيني تيابي وبلا تحليلاتك يلي بلا طعمة. ايه حاضر لا تعصي. خير سيدنا، ليش جبتوني لهون بهالطريقة هاي؟ انت بتعرف وين بنتك زينة؟ لا والله لا بعرف ولا بدي أعرف، لأني متبري منها. وليش متبري منها يا حمدي؟ لأنها تركت البيت وهربت، وصار لي شهرين ما بعرف عنها شي. ماشي، كمان بدي أسألك ليش تركت البيت؟ لأنها بدها تقعد بلا شغلة وبلا عملة، وأنا يلي لازم أصرف عليها. بس هي بنتك وانت مجبور فيها. مجبور فيها لما كانت صغيرة، بس بعد ما كبرت ماني مجبور فيها بنوب، بالعكس هي مجبورة فيني، يعني لازم تشتغل وتجيب مصاري. ايه انت شو بتشتغل يا حمدي؟ انا ما بشتغل شي سيدي، هيك عايش على باب الله. يلي عرفناه انك عم تشغل مرتك وبنتك وابنك المعاق بشحادة، وانت شغلتك بس تقبض مصاري من هون. صحيح الكلام لما لا؟ لا سيدي مو صحيح. انتبه لجوابك يا حمدي، انا ما عم دردش معك، انا عم حقق معك، واذا جوابك مو صحيح رح تتحاسب عليها. سيدي مشان الله فهمني شو صاير. جاوب على اسئلتي وبعدين بقلك شو صاير. ايه سيدي انا كنت شغلهم بالشهادة. ايه وشو يلي صار بينك بنتك زينة حتى تركت البيت؟ ما بدها تشحت سيدي، وبصراحة أنا قلعت من البيت. بتقلع بنتك صبية وحلوة وبترميها بالشارع؟ لأنها ما سمعت كلامي سيدي. لك هاي بنتك يا بني آدم. سيدي من شان الله بس قلي شو صاير معها حتى جبتوني لهون وعم تحققوا معي، فهموني. بنتك ماتت تحت تأثير جرعة زايدة من المخدرات. شو؟ مثل ما سمعت. شو هالحكي في سيدي؟ مستحيل. بنتي كانت تدخن بس، أما مخدرات ما كانت تعاطى بنوب.
أنا مضطر وقفك يا حمدي لاستكمال التحقيق. شو توقفوني سيدي؟ شلون؟ أنا شو دخلني؟ اخراس ولا كلمة، خدوه عن مزارة. أمرك سيدي. هي آخرتك يا حمدي، تقعد بالنظارة. ما بعرف شو منتظرني كمان، لو كله من تحت راس المغضوبة زينة. أنا شو دخلني إذا ماتت بالمخدرات؟ يعني أنا غلطان لأني قلعتها من البيت؟ إيه لا لا، ماني غلطان. هي ما بدها تشتغل لا خدامة عند الناس ولا شحادة. شوك حمدي، ليش عم تحاسب حالك على موت زينة؟ لك خليها تموت بالناقص منها. بس أنا يلي ابتليت وشوفت عينك حطوني بالنظارة. ألا يهمك، أنت مالك شي، كم يوم بس وبيطالعوك. تعرف يا شيطان، ما كنت متوقع إنه زينة تعملها وتموت. لك أنا قلت لحالي بتغيب كم يوم وبترجع بتبوس إيدي، مو هيك قلت لي لما طلب مني إني قلعها من البيت؟ لك إيه إيه إيه، وشو صار يعني؟ خلاص انسى وتذكر إنه في عندك ثروة رح تضلك فيها حياتك وتعيش أحلى عيشة. بس أنا ندمان لأني قلعت زينة. أوف، وليش ندمان بقى؟ قلتلك انسى. ما رح يقدر ينسى يا شيطان، وروح زينة رح تضل تلاحقه حتى آخر يوم بعمره. هذا أنت يا حضرة المدعي؟ إيه أنا، وجاي خصوصي حتى آخذ حمدي ليتحاكم قدام سيد الضمير. إيه سيدي ماشي الحال، خده. بس قول لسيدك الضمير إني أنا المنتصر دوماً. اطلع من هالمكان يا شيطان. أمرك أمرك، طالع يلا بخاطرك. امشي معي يا حمدي، الضمير طالبك. المتهم حمدي أصبح في قبضتنا يا سيد الضمير. قم بإجراءاتك معه حضرة المدعي، ثم أدخله إلى قاعة المحكمة ذليلاً ومهاناً. أمرك يا سيد الضمير، امشي قدامي يا متهم. هنا ساحة الضمير ومحكمة العدل الحقيقي لمن يعرف معنى الضمير. نحن في قلب كل إنسان لأننا روح الإنسانية. نحن الضمير روح الإنسانية، نعلن افتتاح جلسة اليوم. تفضل حضرة المدعي وأطلعنا على تفاصيل قضية اليوم. سيدي الضمير، في قاع المجتمع توجد قصص مذهلة وموجعة لا ينتبه لها القانون، لكننا في ساحة الضمير تنبهنا لها وتتبعنا تفاصيلها، ومنها قصة هذا المتهم مع أسرته والتي أوجعت ساحتنا. فالمتهم يا سيدي الضمير كان أرملة ولديه ولد معاق وابنة في ريعان الصبا، يعيشون حياة بائسة في منطقة سكنية بائسة، وكان يستخدم ابنه المعاق في التسول، إذ يضعه في إحدى ساحات المدينة صباحاً ويعود مساءً ليأخذه بعد أن يجمع له من مردود التسول مبلغاً لا بأس به. أما ابنته زينة فكانت تدير له شؤون البيت. من هنا
من هنا سنبدأ أحداثنا يا سيدي الضمير، فلنستمع. وينك يا زينة؟ لك يا زينة وينك أنت؟ يا أبي إيه؟ ليكني جاية. حاسس حالي تعبان اليوم، بروح أجيب أخوك زياد من ساحة المرجة، وإياك ها تمد إيدك على الغلة. حاضر يا أبي. يلا يلا تحركي قبل ما تعتم العين. يلا يلا رايحة. من مال الله يا محسنين، من مال الله. شو زياد أفندي؟ إيش هيتني كون معاقة مثلك؟ ما شاء الله عليك، الرايح والجاي عم يعطيك. وهي أنت كمان عم تشحدي ومالك مقصرة؟ بس ما عم طالع غلة مثلك. كرسحي حالك وقعدي على كرسي مثل الكرسي تبعي، يمكن ها يمكن يمشي حالك. لك ولي عليك ولي عليك، يلي بيشوفك بيقول القط بياكل عشاك، وانت لسانك مثل المنشار. المهم هلأ ليش ما إجا أبوك ياخدك؟ ليكون نسيك ها؟ لا 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 تخافي، إذا نسيني ما رح ينسى الغلة. ولك زياد ليش ما تقنعه لأبوك خليه يأجرني ياك، وأنا بتفعله قد ما بده. أنا ما دخلني بينك وبينه. ها ها هي أختك زينة إجيت تاخدك، الظاهر أبوك ما له جاي. مرحبا. أهلين زينة. أهلين. إيه علي الجيرة هالحلاوة اللي عندك، إذا بس تستغليها بالإشحادة لحتى تجمعي ذهب. وليش بقى ولاء خانو؟ بدك يعني إشحاد؟ دي حبيبتي الشغل مو عيب، شو فيها؟ يلا زياد أنت جاهز؟ إيه أختي إيه جاهز. إيه وأنا كمان رايحة معكم، حاجة كفاها الله اليوم. يلا امشي امشي. شو يا بي شايف الغلة ناقصة عن امبارحة؟ ايش اشتريت سندويشة شاورما ابي؟ ايه يا بي انا كمان اخذت من زياد حق باكيت دخان. انا ما قلت لك لا تمدي ايدك على الغلة؟ لكن من وين بدي جيب يا بي؟ وليش ما تطلعي تشتغلي مثل اخوكي؟ يو بدك يعني اشتغل شحادة يا بي؟ لا شو رأيك افتح لك مكتب تجاري لحضرتك؟ اي والله حلوة هالشغلة كتير، وفي معك مصاري بتقدر تعمل هيك مشروع؟ انقلعي من خلقتي بلا ما انزع مساكي. ها امرك يا بي امرك، رح انقلع. زينة عم مليلي عشاء. على عيني اخي تكرم، واحلى عشاء كمان. كيفك حمدي؟ أهلين ولا خانم. خانم؟ أي من وين يا حسرة؟ لاني خانم ولا بطيخ. عم يقول لي زياد إنك عم تشحدي بنفس القرنة تبعه. وهي أنت قلتها، شو رأيك تأجرني زياد وأنا بدفع لك راتب شهري محرز؟ وشو بدك تعملي فيه؟ بدي أشحد عليه، أكيد ما رح أتجوزه. لا ستي أنا ما بأجر أولادي. طيب شو رأيك تتجوزني وأنا بأخذ زياد وبشحد عليه وأنت بتأخذ كل الغلة، شو رأيك؟ ها؟ عم تحكي من كل عقلك ولا؟ لك سكوت بقى سكوت. أنت بتعرف بإني حاطة عيني عليك من زمان. علي أنا؟ شبك مستغرب؟ اي والله مستغرب. على كل حال تركيني فكر بالموضوع. فكر على أقل من مهلك. مرحبا. أهلين أهلين وسهلين أم ناهد. منيح يلي شفتك لأني كنت رايحة لعندك عالبيت. خير خير إن شاء الله. في إشي؟ بدي أسألك مشان بنتك زينة. خير شبهها؟ يا سيدي جماعة يلي عم تشتغل عندهم بنتي ناهد بدهم بنت تشتغل لفاية أو مقيمة عن جماعة أكابر كتير. إيه بس قلت لحالي اسألك إذا بتوافق تشغل بنتك. والله إذا بيدفعوا منيح شو عليه؟
أنا موافق. مكتبة الإدارة. إذا بدك أنا باخدك وبتتفق معه، وإذا اتفقتوا بتعطيني كوميسيون براني. إيه ليش لا، أنا موافق تكرم. يلا إيه. لكان روح جيب زينة وتعا، أنا ناطرتك. يا أبي أنا ما بشتغل لفاية. يا بتشتغلي لفاية يا بتطلعي تشحدي مع أخوكي، بقى اختاري يلي بريحك. لا 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 أختي اشتغلي لفاية أحسن لك من الشحادة. إيه يا ست أمر، هاي الزينة يلي وعدتك جبلك إياها، وهذا أبوها إجا معها مشان تتفقي معه على الإجرة. إيه يا أبو زينة، أنا أهم شي عندي الأمانة والرتابة. ولا يهمك يا مضام، ولا يهمك أبداً، بنتي أمينة ومرتبة وعلى كيفك كمان. باين على وشها الصبية هيك ما شاء الله عنا، حلوة ووجهها مريح. إيه مدام، قديش بدك تدفعي لزينة؟ والله أنا ما بقدر قلك قديش قبل ما جربها كم يوم وشوف كيف شغلها، بس ما قلتي لي بدها تشتغل بالنهار ولا مقيمة عندي؟ يلي بدك يا مضام، البنت تحت أمرك. شو يا زينة؟ أنا ما بعرف شي مضام، هي أبي تفهمي معه. خلاص خلاص مضام، إذا بدك خليها مقيمة عندك. ماشي ولا يهمك، أنا رح جربها وبعدين نتفق على الأجرة، وأكيد رح تكون راضية. ليش ما طلبت منها رعبون للست أمر؟ إذا خايفة على كوميسيونك هلأ بعطيك إياه. إيه هات ناولني لكان. تكرم عينك. أهلين أهلين أبو زياد، لك والله أهلين، والله العظيم نورت. أهلين أهلين أخي أبو معتز، خير خير، ليش بعثت وراي؟ بصراحة اجت لعندي ولاء الشحادة وطلبت مني اني اخطبك الها. ايه 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 لا تستغرب اني اخطبك الها، بقى شو رأيك؟ عم تحكي جد ابو معتز؟ لك ايه جد ايه جد، وين المشكلة يعني؟ مرة مقطوعة من شجرة وفي على وشها ضوء ومعها مصاري، لك مصاري كتير. منل المصاري يا ابو معتز، منل المصاري. ها؟ عن جد عم تسأل ابو زياد؟ لك الظاهر نسيان انه كارل شحادة بقص ذهب، وانت يلي بتعرف هالشي. هو بصراحة يعني انا صفيت لحالي بهالبيت لانه بنتي زينة حطيتها عند جماعة أكابر كتير، يعني ما عندي أي مشكلة. يا سيدي راح اتجوز على ولا وموافق. خلاص خلاص حبيبنا استبينا، هلأ بخبرة بموافقتك. لا 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 تخبرها، أنا بتفاهم معها. شو؟ طيب طيب، وشو من شان حلواني أبو زياد؟ شو قصتكم بهالحارة؟ ما حدا بيشتغل شغلي لله؟ لكان بدك تاكل وما الطعمة يا أبو زياد؟ ذكرتني بأم عبدو الخطابة الله يرحم ترابه. يا حمدي الخطابين كتار، بس مدري ليش أنا حبيتك. هلأ عطيني من الآخر، قبلاني تتجوزيني؟ إيه ليش لا، بتجوزك. يلا يلا لكان امشي معي لعند المأذون. على راسي يلا.
فوتي فوتي يا عروس، اهلا وسهلا، نورتيني والله وحياتك. شو هاد يا بي؟ ليش جايب ولاء معك على البيت؟ ولاء صارت خالتك مرت ابوك وراح تصير شريكتك بشحاده، بتفاهم انت وياها وبلا ما تعملوني مشاكل. اما امرك يا بي وانا طيب، امتى ناوي تجوزني؟ لك مالك شايف حالك كومه لحم، كيف بدي جوزك وانت بهالحاله هي؟ ليش عم تكسر بخاطري يا بي؟ هلا مالي فاضي رد عليك. يلا ولاء. نعم. ولاء حبيبتي، لحقيني. لحقتك حبيب قلبي. يلا. أبي شو منشان أختي زينة؟ هاي صار لها كم يوم ما أجت على البيت، يعني إمتى رح تجي؟ لك يا تقبرني، زينة عم تشتغل وعايشة حياتها، انسى وعيش حياتك يا عمري. يلا جاي. مال الله يا محسنين، على حب النبي حق صندويشة. حسنة الله يرزقكم. مال الله يا محسنين. مرحبا زياد. زينة لك اشتقت لك. وأنا كمان اشتقت لك كتير. مبسوطة بشغلك أختي؟ والله صاحبة الشغل قلعتني. أوف، ليش بقى قلعتك؟ قال شو؟ أنا عفشة ووسخة وما بعرف إجلي ولا نظف البيت حتى. صح. طيب وشو بدك تعملي هلأ؟ جيت شوفك وراجعة على بيتنا. أبوكي تجوز ولاء الشحادة. شو هالحكي هاد؟ أنت صار هذا الشي؟ من يومين ما شفته إلا جايبة وجاي. قال شو هلأ عم يعمل شهر عسل هو وياها وما بده حدا يزعجه. العمى يخرب بيتك يا أبي على هالعملة. لك أبوكي بده مصاري ولا رح تجيب له مصاري. يعني أنا شو أعمل هلأ؟ روحي على البيت بس من تم ساكت، وغير هيك لا تعملي شي. ماشي زياد، وأنا رايحة. بدك شي مني؟ إذا ما أجا أبي ياخدني المساء تعالي أنتي. إيه أمرك أخي، يلا بخاطرك. مع السلامة. من مال الله يا محسنين. شو هاد يا بي؟ متحمم وحالق دقنك وقاصص شعراتك كمان ومشكلس أمورك على الآخر. والله خير؟ صاير شي من ورايي؟ هلأ جاوبي على سؤالي وبلا كتر لعيي، ليش تارك شغلك وجاي؟ والله قلعتني الست قمر، قال أنا ما بناسبة. لا تكوني عملت شي حركة زعجتها. يا أهلين يا أهلين وسهلين ومرحبتين ببنت جوزي الحلوة زينة. شو هالحكي هاد؟ هلأ أنتي صرتي مرته لأبي؟ أي نعم صارت مرتي. عندك مانع؟ لا أبدا. مبروك إن شاء الله. ألف مبروك. الله يبارك فيكي. الله يبارك فيكي يا روحي. سيدي الضمير، بعد زواج المتهم من المدعوة ولاء بدأت معاناة زينة مع والدها الذي أراد إجبارها على التسول مثلها
مثل زوجته وأخيها زياد، ولكن زينة كانت ترفض ولا تريد أن تنساق إلى هذه المهنة المهينة، وبدأت المشاكل بينها وبين ولاء إلى درجة المشاجرة والضرب بالأيادي. وهنا كانت النقطة الحاسمة. فلنتابع الأحداث من هنا يا سيد الضمير. بدك تطلعي تشحدي غصبا عنك وليه؟ ايه لا مالي طالعة، وإذا طلعت ما بقى أرجع لهذا البيت بنوب. وبالناقص منك، أنا ماني مجبور أصرف عليكي وعلى دخانك وأكلك وشربك. يلا نقلعي نقلعي لعن أبوكي. لحظة حبيبي حمدي، أنا في عندي اقتراح. تفضلي قولي شو اقتراحك ولا؟ هلا في أسلوب جديد بالشحادة، يعني شو رأيك تلبسها لبنتك تياب مرتبة وتخليها تمشي بالطريق، وكل ما تشوف حدا عليه القيمة توقفه وتقله أنا مقطوعة وبدي سافر وما معي إجرة الطريق، وساعتها شوف العملة كيف رح تكت عليها كت. إيه ما فشرت عيني لك وليه؟ قلت لكم أنا ما بشتغل هاي الشغلة. معناتها انقلعي من هالبيت. يلا يلا طالع يلا من ناقص. لا لا أختي، مشان الله لا تتركيني، أنا بموت بدونك والله. حبيبي زياد يا روحي، أبوك خلص قلعني من البيت وأنا أجيت لهون لحتى خبرك حتى ما تستفقد لي. طيب وين بدك تروحي؟ ليك حبيبي، أنا تعرفت على وحدة اسمها رزان، وحدة معترة مثلي وساكنة بالدويلعة، مستأجرة غرفة صغيرة هنيك وبتشتغل شطافة دراج، يعني يمكن روح واشتغل معها ونام عندها بالبيت لبين ما الله يفرجها. وصدقني يا زياد، كل ما اشتاق لك رح اجي لعندك لهون وشوفك. طيب يا رزان، أخ لك ليش هيك مكتوب علينا كل هالقهر؟ لك عادي حبيبتي، يلي مثلنا ما له حصة بهالدنيا. تعرفي رزان، أنا ندمت يلي ما سايرته لأبي وطولت بالي عليه لحتى أوصل لصندوق المصاري تبعه وإسرقهن وبعدين أهرب. صدقيني معه ملايين، لك معه مصاري ما بتاكلها النيران، وكله من ورا الشحادة. قولي عليه شو بده يعمل بكل هالمصاري؟ شو بيعرفني؟ ما كنا نسترجي أنا وأخي زياد نسأله هذا السؤال. طيب حبيبتي طيب، قومي لزبط لك محل تنامي فيه وأعطيكي بيجامة تلبسيها. يلا قومي قومي. حتى تيابي ما أعطاني إياهم، لك الله لا يسامحه. لك إيه خلاص انسي، بكرة بدي روح معك على الشغل. لسه بكير عليكي، ارتاحي هلا. لا لا، بدي أشطف الدراج معك ونتساعد بكل شيء أنا وياكي. مثل ما بدك حبيبتي. جوعانة شي؟ بصراحة ايه جوعانة. تقبري قلبي والله، بس ما عندي غير علبة حلاوة ورغيفة. لك ماشي الحال، نعمة كله نعمة. يلا منيح، هلأ معناتها رح لفلك سندويشة. سلم ايديكي. البيت بدون زينة مو حلو. تضرب انت وزينة ايه؟ طيب طيب، ليش ما بتسأل عنها وبتدور عليها؟ رح ترجع مثل الكلبة
وتعمل يلي بدي اياه. بس يا بي هي بنت والناس ممكن يستغلوها. خلاص زياد لا طالع خلقي، يلا جهز حالك مشان تطلع انت وخالتك. ولا يعني انت ما رح تاخذني؟ لا ما رح اخذك، ما رح اخذك طالما ولاء موجودة. طيب شبك حمدي؟ ليش هيك عم تتزورني؟ صراحة شاكك فيكي انك عم تخبي مصاري من ورائي. ها ايوه، هلا بقى لازم نحكي بصراحة. شوف حمدي، انا وحدة مالي حدا بهالدنيا، ويمكن انت باي لحظة تطلقني، يعني مثل ما قلعت بنتك يمكن تقلعني. بقى وين بدي روح انا بحالي؟ ايوه يعني منشان هيك ما عم تعطيني كل الغلة تبعك. حقي؟ بس أنا تجوزتك حتى تجيبي لي مصاري. إذا بدك طلقني. شو هالحكي ولا؟ حبيبي أنت الرجال مو أنا، يعني أنت يلي لازم تصرف على البيت ويكتر خير إني عم ساعدك بشغلي. بسيطة ولا بسيطة، هلأ عرفت شو قصدك. المهم تعرف إني عم بعطيك من تعبي وهذا مو واجبي. ماشي ماشي الحال، خلاص فهمت. قومي خدي زياد ووصلي على المرجع. مصاري وين مخبيتيون يا بنت الحرام؟ لك إما خليت محل ما دورت فيه. أيوة لشوف هون. يا لطيف إيش هاد؟ الله لا يوفقك يا ولا، الله لا يوفقك. كل هالمصاري معك وأنا ما بعرف. بسيطة بسيطة، هلأ صار بدك طريقة تانية للتعامل يا بنت الحرام. شو طلعتي معلمة بشصفة الدراج؟ يعني عجبتك؟ ايه شو عجبتيني، عجبتيني كتير. تعرفي رزان؟ والله اشتقت له لأخي زياد. ايه روحي شوفي، بتعرفي وين بيوقف؟ خايفة إذا شفته يبكي قدامي وحن قلبي عليه وارجع معه على البيت. ايه وين المشكلة؟ شبك رزان؟ شو؟ شو كأنك عم تقلعيني من بيتك؟ لا الله يسامحك، بس عم قول يعني بركي أبوكي هيك رجع له عقله، يمكن غير معاملته معك. مستحيل يا رزان مستحيل. لك أمي الله يرحمها كانت مقضية المقاضي معه. صوري مرضت ووصلت لدرجة الموت وما كان ياخدها على الدكتور. لك هذا همه الوحيد هو المصاري وبس. يعني وشو بده يعمل بكل هالمصاري؟ هاتي هاتي أعطيني سيجارة منك. خلص باكيتي. معي سيجارة بس ملغومة. ها شو يعني ملغومة؟ يعني فيها حشيش. لك يخرب بيتك عم تحششي كمان؟ لك دخيلك يلي عايش عيشتنا قليلة أهلي الحشيش. شو قصدك رزان؟ خدي 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 جربي وشوفي شو قصدي. جرب؟ هاتي هاتي لشوف لجرب. لك أهلين أخي أبو زياد. أهلين، كيفك أبو معتز؟ أنت كيفك؟ وكيف لقيت الجواز؟ إن شاء الله مرتاح. والله يا معلم طلعت البضاعة مغشوشة، تاريها حية من تحت التبن. بس شو عليه، أنا رح ربيها. خير، شو صاير بينك وبينها؟ عم تخبي مصاري من وراي. لك أبو زياد بدي أسألك سؤال، أنت وين عم تروح بكل هالمصاري؟ وشو ناوي تعمل فيها؟ من وين يا حسرة من وين؟ يا دوب عم يكفوني مصروف. ايه لا لا مو لهالدرجة، طول بالك، انا يلي بعرف شو معك. قل اعوذ برب الفلق. شو بك ابو معتز كأنك عم تحاسبني؟ لك لا عم حاسبك ولا شي،
بس يعني بيقولوا مين أدرى فيك غير ربك وجارك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يلا بخاطرك بخاطرك أبو معتز. لك الله معك. شو هالحكي ست أمار؟ هلأ زهيانة زينة عم تحكي مع الشب وتتغازل هي وياه بنص الليل؟ ايه والله يا أم نعيد، سمعتها بإذني وهي عم تقله حبيبي أنا اشتقت لك. إيوه. ولما شافتني سكرت هالموبايل وتكركبت وبعدها أنا قلعتها. إيوه يبركي عن جد بتحبه. ليش هي اللي مثلها بيعرفوا يحبوا دخلك؟ يعني قصدك نحن الفقرة ما عنا قلب؟ لك شو بك ام ناهد؟ شايفتك بلشتي تدافعي عنها؟ لك الله يعينها، ضايقة الأمرين مع أبوها وأنا بعرفها منيح، مظلومة ومقهورة وبحاجة لصدر حنون. إيه لأ حبيبتي لأ، معناها ممكن تلعب على الحبلين وأنا مو دريانة. خلص هيك أحسن إلي وإلها. لك شو هاد زينة؟ شايفتك أدمنتي على الحشيش؟ يا ريت، لك يا ريت في شيء أقوى من الحشيش لحتى يريحني بقى. أيوة إيه حبيبتي فيه، يعني بس غالي كتير. عن جد عم تحكي؟ رزان خلينا نجربه. ماشي، قومي معي، قومي لعرفك على هالشخص يلي بده يريحك على الآخر. وليد، هي الصبية تعبانة وأنا جبت لك إياها حتى تريحها، بقى خد راحتك معاها على الآخر. حلوة وحلوة كتير كمان. يلا تركيني أنا وياها والله معك. هيك بدون مقابل؟ الله يسامحك. تكرم عينك. وهي شقفة حشيش بتكفيكي أسبوع. بالله؟ إيه لا، بدي مصاري. إيه كمان تكرم عينك، وهي دفعة على حساب. يا سلام. شو شبكون؟ ليش هيك عم تتهامسوا؟ عم قول لوليد مشان يريحك يا زينة. يلا يا وليد، يلا ريحني يلا. جايلك. سيدي الضمير، وقعت زينة في الفخ وبدأت تتعاطى المخدرات على يد المدعو وليد، وبالتدريج أصبحت مدمنة على تعاطي المخدرات الثقيلة، وصارت كالعبدة بين يدي المدعو وليد يتحكم بها كيفما يشاء، فاستباح عذريتها وشرفها وضاعت بين براثن الشر. فلنتابع الأحداث الأخيرة يا سيد الضمير، وبعدها ننتظر حكمكم العادل. رزان، مشان الله مشان الله ناوليني لبري، ناوليني يا على كبش دايتي. يلا ولك حاجتك رح تموتي. خليني موت. ليش اصلا انا عايشة؟ هاتي الابرة بوس ايدك. ايه خلص مثل ما بدك امرك. يلا بسرعة. خدي. هي نعمل هلا زينة؟ يا زينة لك قومي خلينا نروح على الشغل. لك شبكي زينة؟ لك زينة اتحركي. لك شو زينة؟ قولي على حظي، قولي البنت لا من تمها ولا من كمها. لك زينة قومي زينة. ألو، أهلا
أهلين رزان. من مكتبة ولي يا ولي الإذاعة. مشان الله الحقني، زينة تعبانة. إيه وشو بدي أعمل لها؟ لك طيب، وأنا شو بدي أعمل؟ أنا ما دخلني أصلا، أنا لا بعرفك ولا بعرفها. يلا أحطي. قولي على حظي، قولي على قامتي. أنت كمان بتتعاطي المخدرات يا رزان؟ إيه سيدي، بس بتعاطى يعني مو مخدرات تقيلة، يعني أنا بس حشيش، يعني مو مثل زينة. من وين كنت تجيبي المخدرات أنت وزينة؟ أنا رح دلك عليه سيدي، بس اللي عن جد هلأ عن جد زينة ماتت؟ طبعا ماتت بجرعة مخدرات زايدة. تعال يا شرطي محمود. أمرك سيدي. خذ رزان على النظارة وروح جيب لي أبوها لزينة. خلصني أوام بسرعة. أمرك سيدي. حاضر. راحت عليك يا زينة. انتهت أحداثنا يا سيد الضمير، ونحن ننتظر حكمكم العادل. نحن الضمير نحكم عليك بالهبوط إلى حاوية الاحتقار والدناءة، ولك من الله ما تستحق من عقاب وعذاب. ترفع الجلسة. كان معكم في هذه الحلقة أحمد السيد، إيفا حاجي بيك، هزار سليمان، رضوان عقيلي، عمر مولوي، إسكندر عزيز، أميمة الطاهر، شوقي الجمعات، سارة دالي، سلمان أبو عمار، نبيل جعفر، دينا خان كان، كمال حريري، علي يعقوب إبراهيم، قام بدور الضمير الفنان إياس بسام لطفي أبو غزالة، بالاشتراك مع الفنان القدير رياض نحاس. كنتم مع محكمة الضمير. التأليف أحمد السيد، المخرج المنفذ فراس عباس، محكمة الضمير من إخراج محمد غزاوي.